بعد ما عملنا البروجكت او الفولدر الفاضي عشان نبدا البروجكت بتاعنا، ها نبدا نعمل الحاجات الاساسيه اللي فيها اعداد للبروجكت بتاعنا، وننزل الموديولز اللي احنا قلنا ان احنا ان شاء الله هنستخدمها في البروجكت دوت. طيب اول حاجه انا ممكن استدعي الام بي ام واقول له انيشيت عشان يكريت لي الفايل بتاع باكج دوت جيسون ويحط فيه المعلومات الاساسيه عن البروجكت بتاعي. يعني لو عملنا كده هيقول لي تمام، ده حاجات مسهله انك تقدر تكريت الباكج دوت جيسون فايل ويديك المعلومات الاساسيه اللي انت هتحطها، وخد بالك الام بي ام بيديك هيلب ومش عارف ايه، ويعمل ان بي ام انستول باكج واللي انت عايزه. قلت له ماشي. اول حاجه قال لي الباكج نيم، قال لي الباكج نيم يعني اسم البروجكت بتاعك، اسميه برودكت اب، طبعا هو اخده من اسم الفولدر. فقلت له طبعا لو عايز اغير اكتب اللي انا عايز اغيره، مش عايز اغير دوس انتر. قال لي الفيرجن 1.0.0. قلت له ماشي. الديسكريبشن ممكن اقول له اي ديسكريبشن يعني، فاحنا كنا عاملين هنا في البرزنتيشن بتاعتنا اهو كاتبين اهو ان ده بروجكت بيعمل ايه، فممكن ايه نقول له والله اهو. قال لي طيب الانتري بوينت بتاعتك يعني هتيجي تبدا البروجكت بتاعك تبداه بايه؟ قلت له هبداه باب دوت جي اس، ده اللي هيبقى طبعا لو انا عايز اندكس دوت جي اس خلاص، لكن انا قلت له خلاص هنبدا بفايل اسمه اب جي اس. قال تيست كوماند. قلت له مش عايز جيت، مش هشتغل جيت كيوردز، مش هحط كيوردز. قلت الاوثر مين اللي عامل البروجكت ده؟ كتبت مثلا اسمي دوست انتر، مفيش لانسز بس هيبقى كده اي اس سي، مش مشكله. انت كده عايز تعدل اي بيانات ولا كده تمام بالنسبه لك؟ قلت له يس. طبعا يس هقول له انتر. قال لي خلاص انا كريت لك الفايل الجميل ده. طيب مش مهم يعني الحته بتاعه الباكج والجيسون عشان يبقى عنده في معلومات اساسيه عن البروجكت زي اسمه والفيرجن والديسكريبشن والملف الرئيسي بتاعنا والكلام ده كله ومين المؤلف والكلام البسيط ده. طيب ده اول حاجه انا عايز انزل الباكجز بتاعتي. الباكجز بتاعتي احنا كنا او الموديولز اللي انا هستخدمها، الموديولز اللي كنت هستخدمها اللي هي دي صحيح، اللي احنا كنا قلناها قبل كده اهم. عايز انستول الاكسبريس والاكسبريس فايل ابلود. قلت له اهو خلاص مش مشكله، ان بي ام وانستول ادي الاكسبريس وسبيس والاكسبريس داش فايل ابلود والاكسبريس داش فايل ابلود والبادي بارسر سبيس والبادي بارسر وسبيس وعايز تاني والماي سيكوال تلو ماي سيكوال وال وعندنا كمان مين الريك فلاش اللي هو الريك فلاش وبس خلاص. خلي النود مون انا عايزه والاي جي والاي جي اس ده مهم جدا. قلت له داش ده سيف عشان يديهم لي في المكان ده. طيب يعني يسيبهم لي جوه البروجكت بتاعي جوه الفولدر اللي هيبدا يرميه دلوقتي اللي هو المفترض الفولدر بتاع النود موديولز على ما يبدا يعمله. اللي انا عايز اقوله ايه، نود مون ده اللي بيعمل ريلود اوتوماتيك، بس بصراحه انا عايز انزله جنرال عشان يبقى موجود عندي بشكل عام مش جوه البروجكت ده بس. وطبعا هو رمى الفايلز بتاعه النود موديولز اهو وعمل باكج لوك اللي هو جيسون رمى فيها الحاجات اللي هو نزلها وكلام زي كده. قلت له ماشي، بس انا عايز دلوقتي ادونلود كمان يعني اعمل ان بي ام واقول له انستول النود مون ودوت اخليه داش داش جي عشان يبقى جنرال عندي وادوس انتر، فكده هينزل عندي مش بس في البروجكت دوت، لا بشكل ايه بشكل عام على النود يعني، فمش مش بس في البروجكت ده. بكده نكون عملنا ايه خلاص اللي احنا عملناه، ان احنا عملنا الريكوايرد موديولز، عملنا لها انستليشن خلاص وما عندناش اي مشكله، وجاهزين ان احنا نبدا البروجكت بتاعنا بس بعد ما ايه يكون خلص النود مون، ويبقى كده البروجكت بتاعنا جاهز ان احنا نبدا نشتغل عليه مباشره. بكده يكون ادي يعني النود مون نزل والباكج ابديتد وجاهزين على
الشغل خلاص نزلنا كل اللي احنا، طبعا ال NPM warning مش قضية لكن ما يكونش ايرور يعني. نبدأ بقى ايه نشتغل بعد ما نزلنا كل الميديولز اللي احنا